هذا وقتنا. This is our time. الأغنية الرسمية لأكسبو 2020 دبي. بتذكر أول ما سمعت الغنية دمعت، لأنه الأغنية هالقد فيها مشاعر، هالقد فيها صوت عالمي واحد، هالقد فيها رسالة إنسانية، هالقد فيها إذا بدكن حب وعطاء، وفيها إلهام لكل شخص قادر يسمعها. وهذا هو المسج اللي حامله اكسبو 2020 دبي لكل العالم، صوت واحد لحتى يكون عنا غد افضل. ادى الاغنيه 3 فنانين باصواتهم الاستثنائيه وبحضورهم يلي كان روعه على مسرح اكسبو 2020 دبي، وايضا من خلال الفيديو كليب يلي ما في حدا بالعالم الا ما وقف مبهور قدام ضخامته وقدام فخامته. اليوم رح نستضيف صوت من الأصوات الثلاثة يلي أدوا أغنية إكسبو 2020 دبي. طبعاً تحية كتير كبيرة للفنان الإماراتي حسين الجسمي، للفنانة الإماراتية ألماس، وبدي رحب اليوم للفنانة اللبنانية ميساء قرعة. أهلا وسهلا فيك ميساء، فخورين بوجودك اليوم بإكسبو 2020 وبهيدا البصمة يلي أضفتيها على أغنية هذا وقتنا. Thank you رانيا، كثير مبسوطة أكون معكم اليوم. أهلا وسهلا فيك ميساء. ميساء، بداية كيف تم اختيار ميساء لحتى تأدي أغنية إكسبو 2020 دبي إلى جانب حسين جسمي وألماس؟ كنت انا اوريدي عم بشتغل مع الاكسبو على الانيشيتيف تبع الاول فيميل اوركسترا اللي اسمها الفردوس اوركسترا. سو حسيت انه اوريدي ام بارت اوف اكسبو من وقت يو نو اطول يعني. سو اراوند مارش اور ابريل اتصلوا فيي وخبروني انه هير اكسلنسي ديم الهاشمي هي اختارتني لكون بارت اوف ذا سونغ. واكيد وقت عرفت مين الاذر ارتست حمست اكثر، وقت عرفت شو المسج بيهايند ذا سونغ اكيد هذا الشيء ريلي بروت ا لوت اوف جوي، يعني لانه حسيت انه هذا المسج بيشبه كمان والستيل تبع الموسيقى بتشبه الموسيقى اللي انا اوريدي بحب اعملها، وكان بدهم حدا يمثل هيدا البريدج يعني الجسر بين العالم العربي والغرب. وكوني ربيت بلبنان وعشت بامريكا اكثر من 14 سنه I do represent هيدا الدمج، فحسيت انه لا it is definitely a project اللي انا بقدر اعطي كلمة وقت ما بقدر. شو حلو ميسا. ميسا مهم هون نذكر انه انت فنانة بتغني، كمان بتكتبي، كمان بتلحني، وكمان رشحت على جائزة أوسكار جرامي. أوكي ميسا، بكل هيدا المشوار الفني اليوم يتوج بمشاركة لحدث بهيدا الضخامة بإكسبو 2020، شو أضافت أغنية This is our time على حياة ميسا الفنية؟ في أقول إنه أكيد الكولابوريشن كان شيء كتير حلو، بسطت شفت قديش يعني كان حلو هيدا التعامل مع حسين الجسمي ومع ألماس، وقديه وقتها بتحطي أشخاص متلائمين مع بعض ميوزيكلي وفايب وايز قديه بيطلع الشغل حلو. سو هيدا الشيء كان عن جد حلو، ولأني رجعت على العالم العربي بعد كل هالوقت حسيت إنه يمكن هيدا كان باب حلو إنه أنا أرجع أدخل فيه على العالم العربي، كان طريقة إنه أنا هون حبيت إنه شوف أنا كل شيء عملته بأمريكا أوريدي، حبيت إنه أرجع كمان على الريجن وشوف شو بقدر أقدم يعني للعالم العربي اللي أنا ربيت فيه اللي هو بقلبه وين ما بروح. كيف تم، خلينا نحكي شوي هيك عن كواليس الأغنية، كيف تم اختيار المقاطع الموسيقية لكل فنان؟ حسب شو أنتوا عم بتغنوا الأغنية قديه حسيتوا عن جد برحبة الكلام؟ يعني في مسج حامله إكسبو 2020 ولا شك بالموضوع، وهو إنه نحن صوت واحد، وهو إنه نحن عائلة واحدة، وبتحسي بمسؤولية تجاه هيدا الشيء يعني. وحتى بيوم ميسا أنا يمكن كتير على الأرض بإكسبو، هيدول الفايبس موجودين بكل بافيليون وبكل بلد، قديه عن جد نحن اليوم عالم واحد. فخلينا نحكي عن كواليس الأغنية وعن هيك تنفيذ إذا بديك أغنية إكسبو السنة. كان اختيار كل واحد وين بده يغني بطريقة، واللي عم نقوله كمان أكيد مدروس
سبيسيفيكلي لوجود كل شخص كل واحد منا. حسين الجسمي كان هو عم بيمثل الرجل الاماراتي الامباسدور تبع اكسبو 2020. الماس كفنانه سعده كمان من الامارات, وومن يو نو ريبريزنتس ذا يونج جينيريشن, وماي بريزنس واز اباوت ذا بريدج اوف كلتشرز بين العالم العربي وباقي العالم. سو حتى بتحس بالاختيار تبع الجمل يلي عم نقولهم انه نحن عن جد الايند مع المسج اللي نحن اخترنا لنقدر نوصله. كان كمان انه نحن انكتبت الغنية بس حبوا انه كل واحد منا يعطي هو شو حابب يعطي, حتى elements اذا انا حابة غنيها بغير طريقة. عملنا هيدا الشيء, سو طلعنا بافكار كل واحد. البروديوسر يلي هو اسمه غريغ ويلز اللي معروف عالميا, يلي هو حتى عمل انثمز للاولمبيكس مسبقا, هو كمان كان عم بيسمع وعم بينقي هو البارتس تبعولنا. سو كمان نحن حطينا من قلبنا ومن مشاعرنا ومن ستيلنا ومن ارائنا بالغنيه تنقدر نحن نوصل المسج باحلى طريقه ممكن لنا نحس فيها يعني مثل ما بنحب. والتصوير كان شيء كتير مهضوم, كان التيم عن جد عم بيعطي من قلبه, بتحس انه كل واحد عنده باشن كتير يعني كبيره باللي عم بالشغل. اجوا عالم من برا وعالم من 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 الامارات, كان كتير شوب على البوابه الرسميه على البوابه الرسميه تبع الاكسبو. نحن هونيك تعرفنا ثلاثتنا نهار التصوير. اوكي. سو كان كتير حلو انه دغري من اول نهار حسينا انه في هيدا الكيمستري, وكتير كتير انبسطنا بالشغل. وان هورس وان فاميلي. يس. شو بنسمع من هيك مقطع من This is our time؟ اوكي يلا. This is our time, هذا وقتنا. This is the moment we have to decide if we can dare to believe, wake up to find this day, هذا وقتنا. Amazing! ميسا, اليوم لما بتقولي كلمة هذا وقتنا, هذا وقتنا لشو؟ هيدا وقتنا لأول شيء يكون عنا شوي بقولوا نفحة أمل للفيوتشر. هيدا وقت للعالم العربي يبرز قديش عنا كولتشر, ريتش كولتشر, قديش نحن عالم منحب الحياة, قديش نحن كل هالطوابع يلي السوشيال ميديا الميديا سوري يلي بتحكي عن العالم العربي برا هي خاطئة, هي not really representation تبع العالم العربي. وبحس انه هيدا المنصة يلي صرنا ناطرين هالحدث الضخم هي يعني ان شاء الله تبرز من كل هالتعامل هالانفتاح لكل دول العالم, انه تبين قديش نحن we are open, قديش الامارات والعالم العربي بيحب يحضن الكل. This is the magic يعني, وان شاء الله انه هيدا هو يكون الوقت لنقدر نغير كم شوي صوره يلي العالم العربي ان شاء الله. اكيد ميسا ذكرتي انه الفردوس كمان انت عم تشاركي مع هذه الفرقه الموسيقيه, خبريني شوي بدورك وشو الهدف من فردوس اللي هي موسيقيات سيدات كلها مكونة من سيدات. الفردوس أوركسترا أنا ساهمت بتعيين ك I'm the music and creative lead of the orchestra. اللي عملته اني ساهمت بكل الاوديشنز بانه نقي نختار كل بنت بهذا الاوركسترا. صار لي من ديسمبر 2019 عم بشتغل معهم. عملنا over 400 auditions من كل انحاء الوطن العربي. وهلا اخترنا 55 بنت وقائدة كمان أكيد للأوركسترا, وهو تحت إشراف الأوسكار وينينج بروديوسر أي آر رحمن يلي أنا سبق واشتغلت معه قبل على فلومة ببوليوود. وقت عارف أني هون قال لي ميسا can you help me lead this orchestra, وأكيد هلأ بعدني عم شارك عم اشتغل معهم كل تنقية البروغرام والريبرتوار مع أي آر رحمن. وعم ببلشوا سيريز اوف كونسرتس, عملوا بدايتهم بالاوبننج سيريموني, عزفوا بفتكر الكل حضرون, وعن جد ستيتمنت كثير حلو لنبرز طاقات المرأة بهالاندستري ونعطي الايديا. طلعت هي من هير اكسلنت سيريم الهاشمي واي ار رحمن انه يعطوا منصه تو فور ويمن تو تيل ذم اتس نيفر تو ليت تو شاين, ويو كان بي يو كان دو وندرز, واتس نيفر تو ليت سبيشلي ان ذس اندستري ذير از روم فور ايفريبادي. السيدات تم اختيارهم من كل الوطن العربي. مظبوط. فينا نذكر هيك بعض الدول يلي مشاركه؟ اكيد مصر, سوريا, لبنان, عمان, السعوديه, الامارات اكيد, حتى الهند, وفي من العراق,
اكيد رح افشي. وفي كمان ليديز اللي هن من اوروبا ومن من امريكا بس مستقرين بدوله الامارات. اوكي شاركوا كلهم بهيدا الاوركسترا يلي حاليا كمان عم تقدم سهرات موسيقيه ولوحات موسيقيه باكسبو 2020 دبي. ذكرتي ببدايه الحديث ميساء انه استقريتي هلا هون بالامارات. شو الدوري اللي عم تقومي فيه اليوم موسيقيا بدولة الإمارات وشو جايبة معك على الإمارات فنياً؟ تخرجت من جامعة بيركلي كوليدج أوف ميوزك بوسطن، درست باتشلرز أوف أرتس بالميوزك بالميوزك بالتأليف كمان وبالغنى. ومن وقت ما تخرجت حسيت دايماً كل ما أجي على العالم العربي شوف هالتالنتس يلي عن جد أنا الإكسبيرينس يلي أخذتها من بيركلي اكسبيرينس كانت كتير حلوة وتمنيت من وقتها انه يكون في هالبيركلي اكسبيرينس موجودة بالوطن العربي. سو من وقتها شوي زرعت الفكرة براس البريزيدنت تبعنا وقلت له وي هاف تو بي ان ذا ميدل ايست وي هاف تو بي ان ذا ميدل ايست اند هير يو كم. وصار الوقت واشتغلنا مع الديبارتمنت اوف كلتشر اند توريزم بابو ظبي، حضنونا وحبوا الفكرة وهن اكيد كانوا عم بيشوفوا قديش اهمية وجود بيركلي بالعالم العربي. فتحنا كامبس بالسعديات بيركلي ابو ظبي وعينوني ارتستيك دايركتور. ومن وقتها الانيشيتيفز يعني وجود بيركلي هون هو ليقدر يحضن تالنتس من كل انحاء العالم العربي وكمان انديا وكونتريز مثل الميديترينيان كونتريز مثل سايبرس وغريس. سو اتس اوبن فور ايفريبادي بس موجودين بمكان اكيد استراتيجي ومع دولة عم تفهم أهمية الفنون وأهمية الانفستمنت بالكولتشر وبالارتس. أكيد تميزين. نحن نتمنى لك ميسا كل التوفيق بالإمارات وتحديدا بأبو ظبي. حبينا إطلالتك كمان بليلة الافتتاح الرسمي لإكسبو 2020 لأنه كانت نوعا ما هيك في سيجنتشر على الجامب سوت يلي لبستيه وعلى الكاب الابيض. فساديات روتانا حبوا انه يعملوا لك هذا السربرايز يلي بتجسد يلي لبستيه مع الوصل بلازا من اكسبو 2020. مش معقول يعني the minute I saw it انا وفاتي I loved it so much details وما توقعت ابدا. بحب اشكر جون لويس سافاجي على الفستان الحلو يلي هيك طلع بهيدي الفكره الحلوه انه نقدر عن جد نعمل شيء بيشبه اكيد الفايب اللي اكسبو بريزنت بس كمان بتشبهني. وما يطال اللي هي ستايلس اللي اشتغلت على كل اللوك. ثانك يو سو ماتش لسعديات روتانا عن جد اي لاف ات سو 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 ماتش. اهلا وسهلا فيك يا ميساء. انبسطنا بهذا الحديث هيك السريع اليوم وان شاء الله بنتابع اكثر واكثر شو في فعاليات رح نشارك فيها كمان باكسبو 2020 دبي. وانبسطنا فيك. ميرسي. كنا نختم بغنية اللي بدك اياها هلا انت اختاري عربي. بدي دقيقة افكر. يلا نحن هون. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى حتعرف اني بحبك انت؟ امتى 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 حتعرف انت؟ امتى حتعرف؟ We love you ميساء. Thank you so much. اهلا وسهلا فيك عبر كمان هوانا اليوم وان شاء الله بكون دايما عندك محطات معنا. اهلا وسهلا فيك. باي ذا واي ميساء جات الرضا. اول مره لقيت بميساء قالت لي وين عايشه؟ قلت لها عايشه هون. قالت لي وانا كمان. اي بنايه؟ اوكي وانا كمان. وكل كان لنا كم يوم عم نجرب نظبط هالانترفيو. كل التوفيق لك ميساء. فاذا تعرفنا اليوم اكثر على هذا الصوت الراقي يلي فيه كمان ثقافي واللي هو جزء لثقافي بين الغرب والوطن العربي واداء ميسا باكسبو 2020 يلي الكل حبوه. فكل التوفيق عليك ميسا قرعه. وخلونا نسمع احنا وياكم This is our time.